مباراة كبيرة جدا 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 جدا. الزمالك النهاردة بيتخلى عن أخطائه السابقة، كارتيرون ولعبته النهاردة بيلعبوا من أول دقيقة، كارتيرون بيكسب الرهان النهاردة على شيكابالا، شيكابالا أزعج النهاردة دفاعات سموحة بشكل كبير، ابتدى بيه من أول دقيقة، ضاغط من أول دقيقة، جاب هدف بدري، سموحة رجع للمباراة على طول سريعا، كرة هنا وكرة هنا، هجمة هنا وهجمة هنا. مباراة النهاردة مفتوحة ما بين فريقين كبار. كابتن احمد سامي مدير الفني لنادي سموحه، كابتن احمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، ازي حضرتك؟ كل سنه وانت اخبار حضرتك ايه وحضرتك طيب؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. هارد لك ولكن الاداء جيد جدا. والله يا كابتن سيف يعني احنا اشتغلنا مع نادي الزمالك بشكل مختلف شويه على الماتشات اللي فاتت من نواحي الضغط، وده يعني اسفرت ان احنا كان عندنا نوع من الاستحواذ، نوع من الهجمات والفرص، يعني مش عايز اقول فرص، عايز اقول اهداف محققه يعني عبد القادر كوره، مع ديريك كوره، مصطفى كوره، وادي كوره، يعني كور الشوط الاولاني اربع خمس فرص اكيده. يمكن نادي الزمالك استغل قدرات الفرديه للاعيبه المميزه عنده، وكان بيستغل بعض الاخطاء اللي نتيجه قطع الكوره من عندي، كانت بتتحول في المساحات، فقدروا يجيبوا جول الاول، واحنا رجعنا بسرعه من جول مصطفى، وفي الاخر الشوط الاولاني كان ممكن يطلع نتيجه، كانت ممكن تعمل مشكله كبيره جدا لنادي الزمالك معانا. يعني كانت فرص دي لو على الاقل ثلاث اجوان من الخمسه دول دخلوا، كانت هتبقى فيها مشكله كبيره جدا لنادي الزمالك الشوط الاولاني. لكن على مستوى الضغط وعلى مستوى الاستحواذ، لا انا كنت ندي كبير جدا لنادي الزمالك طبعا. ودي حاجة مبسطاني من ناحية الأداء، لكن أنا طبعا حزين جدا لأن الفرص اللي بتيجي، يعني أنت دورك كمدرب بينتهي عند قرار اللعيب وتحضيره في ال 18 جوه، وبعدين الكور اللي جت يا كابتن سيف لو أنت شفتها يعني فرص أكيدة، يعني مش أجوان، يعني أجوان، يعني أجوان أجوان. هل النهارده كابتن شيكابالا وبن شرقي تعبوك دفاعيا؟ انت بتلعب الزمالك فرقه كبيره، وفرقه من الفرق بتنافس على الدوري، وعندهم طبعا قدرات فرديه، وعندهم لعيبه كتير كويسه، لكن انت بشكل عام لما بتيجي تتكلم بشكل عام، لا انت ند كبير جدا لنادي الزمالك. انت النتيجه العادله بكل بشتى الطرق هي تعادل، يعني بشتى الطرق باستثناء بقى الفرص اللي انت ضيعتها. لان الشوط الثاني ان 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 اجبرت الزمالك ان هو يشتغل كومباك جيم معاك، وبيشتغل على المرتدات معاك، دي كل دي حاجات كويسه وايجابيه لفريق سموحه، لكن في الاخر انت بتقابل فرقه كبيره جدا نادي الزمالك، قدرات فرديه من اكثر الفرق اللي في الدوري عندها القدرات الفرديه على مستوى الدوري كله. ما لقيتش النهارده كابتن من مشاركه مصطفى محمد امام فريق الزمالك، هو تالق الحقيقه مصطفى فتحي، وتالق النهارده بشكل كبير، ولكن هل ما فكرتش ان ده نادي اللي هو هيرجع له؟ لا انا ما انا ما يعني حته هو احنا بنلعب مصطفى مستجيب للتكتيك معانا بشكل كبير، مصطفى عايز يعمل موسم كويس لنفسه قوي الحقيقه، لان هو في الاخر هو لعيب كبير، واحنا بنوظفه بشكل مختلف عما كان طول عمره في نادي الزمالك، يعني طول عمره في نادي الزمالك ما بيلعبش بالشكل اللي انا بقول لك عليه من ناحيه تحركات صح. مختلفه وهي دي مساعده مصطفى، ومصطفى اصلا عنده قدرات فرديه، لكن هو في الاخر هو عايز يثبت لنفسه ان هو لسه كويس، عنده لسه 28 سنه، لسه قدامه العمر طويل، لعيب ما حصلش، وانا بقول لك يعني لعيب على المستوى الفردي قوي جدا. الحقيقه كابتن يعني هارد لك النهارده واداء جيد، وبالتوفيق لحضرتك في اللي جاي يا كابتن احمد. بس هو في الاخر انا بشكر لعيبه جدا يا كابتن سيف، يستاهلوا اللعيبه يستاهلوا مكانه اكتر من كده، لان هم مجتهدين جدا معايا وبينفذوا كل حاجه برجوله كمان. يستاهلوا يا كابتن، بشكرك كابتن احمد، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي